سيداتي سادتي، العمل في المعاوده عامة أساسية للدينية. المجتمع المدني حينما يتحرك بجد وإخلاص قد يحقق أشياء لا تحققها الجهات الأخرى. نحن اليوم في رحاب جمعية هيلف لايف العربية أنقذ الحياة، لما قررت الجمعية بالإمكانية التأسيسية ديالها حققت واحد المستوى رائع في التلقين والتعليم والتكوين وإعطاء دروس دعم لمختلف طلبة التلاميذ. كما تشاهدون ولا هذا مقر الجمعية، الجمعية بها أنشطة متنوعة دروس دعم تكوين التلاميذ، محل العملية، أنشطة الشباب وأنشطة رياضية على ما أظن. هذا قسم مخصص للمحو الأمية، المحو الأمية هنا، هادو هنا براعم أطفال يتم تلقيهن أصول لقيمهم أصول المواطنة والوطنية. هنا القسم هذا كي التلاميذ وأبناء الحي يستفيدون من دروس الرياضة والكاراتيه والتايكوندو. كاين تلاميذ اخرين يشتغلون في كاين حضور هنا اساتذه واستاذات كريمات. الو، اليوم في هذه الجمعيه راه غادي تحضى زيارتي الاولى من كندا، تدخل في اطار اختصاصات المركز الدولي للعمل، والاستفاده ديالها لهذه الجمعية لم تأتي من الصدفة، وإنما لأنها جمعية تعمل بجد وإخلاص، جمعية رأت النور وتسعى بكل إمكانياتها المحدودة إلى شدة النشوز المتمثل في الرقي للتلاميذ والطلبة والعمل المنعوي، إلى أن نأخذ تصريح من رئيس الجمعية الذي